فضيلة الشيخ وفقكم الله، من غربت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو في السيارة في منى وقد حبسه الزحام الشديد، من غربت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو في السيارة في منى، إذا كان يسير في الطريق فقد رحل، هيخان يمضي في تعجله لأنه حبسه السير وقد حمل عفشه ورحل، ما في بس. نعم.